أهلا بكم في الدورة التدريبية الخاصة بالووتر إفشنسي المعدة طبقا لليد ABBD+C فيرجن 4. الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية هو تطبيق استراتيجيات الووتر إفشنسي. طبعا ده هيسبقه معرفة ليه بنعمل الكلام دوت، ايه هو الهدف الرئيسي من الووتر إفشنسي، ليه بنأبلاي الليد ووتر إفشنسي استراتيجيز، ايه هي الاستراتيجيز اللي بنطبقها وازاي نطبقها على المباني. كل دوت في نطاق الليد كريتنج سيستم، عشان كده لازم نعرف كل الكريدتس اللي موجودة اندر الووتر إفشنسي ونفهم ازاي بيتم التطبيق، ايه هي مكونات الكريدتس، ايه هي الريكويرمنتس اللي انا المفروض اطبقها في كل كريدت، عدد النقط اللي ممكن ان انا احصل عليها كمشروع. وبعد كده بيجي ستيب باي ستيب اناليسز علشان اقدر افهم ازاي اطبق الكريدت بالخطوات التفصيليه. وبعد كده كمان هنتكلم على كالكوليشنز المطلوبه، الفيرذر انفورميشن اند فيرذر دوكيومنتيشن، وايه هي الحاجات اللي بسلمها للجي بي سي اي في الاخر كدوكيومنتيشن. انا كريم النبوي هكون معاكم خلال الدوره التدريبيه، وانا محاضر معتمد من اليو اس جي بي سي كيو اس جي بي سي فاكولتي، ومعي عدد من الشهادات المتعلقه بمجال الاستدامه. الاستراتيجيات والكريدتس اللي هنتكلم عنها خلال الدوره التدريبيه هتتضمن outdoor water use، وده متعلق اكتر باستخدام المياه خارج المبنى زي الاريجيشن، وهنتكلم كمان اكتر عن الاندور ووتر يوز واستخدامات المياه داخل المبنى والاستراتيجيات المختلفه اللي ممكن ان احنا نتعرض ليها، وايه هي الكريدتس اللي موجوده معانا وايه الريكويرمنتس لكل كريدت. بعد كده هنتكلم كمان عن الكولينج تاور وايه هي الاستراتيجيات المتعلقه بالكولينج تاور، ازاي نقلل الاستهلاك بتاع المياه في الكولينج تاورز وازاي نزود الكفاءه بتاعته من غير ما ناثر عليه بالسلب. واخر حاجه كمان موجوده معانا هي الميترنج، والميترنج ليه كريدت وبريكوزيت، وده هنتكلم عليه بالتفصيل، وهيكون ليه كمان عدد من الاستراتيجيات المتعلقه باختيارات الميترز واماكن تواجدها. يلا بينا نبدا الدوره التدريبيه.